ومضى يتألف وتنام. أهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل. وزي ما قلنا هنتكلم دلوقتي عن تجارب الشباب في انهم يعملوا مؤسسات ويقدروا يعبروا عن نفسهم، يحاولوا يغيروا الواقع اللي بيعيشوا فيه. والنهاردة مشرفني شباب مؤسسة ايوس، مشرفني الأستاذ محمد صقر، أهلا بيك منور المنتصف، وكمان الأستاذ طه علي. اسمح لي هبدأ مع محمد، أولا يعرف لنا ايوس والنشاطات اللي بتقوموا بيها وتأسستوا ازاي وانتوا مين بالظبط. تمام. ايوس هي مبادرة مصرية أسسها شباب مصري، كانت أول أنشطتها في 2012، لكن ايوس هي فكرة من قبل 2011. تمام. يعني بدأت في أواخر 2010. ايوس هي empowering and engaging Egyptian youth. هي مبادرة كانت، يعني احنا بدأنا كمبادرة كان هدفها اللي هي تمكين وتفعيل الشباب المصري، وان احنا نخلق جيل قادم من القادة وريادين الأعمال القادرين على تغيير مستقبل مصر والعالم كله إن شاء الله. بدأنا بايوس صامت 2012، كان عبارة عن 250 شاب وفتاة من جميع محافظات مصر، ودي كانت أول مرة إن إحنا بنجمع الثقافات كلها من الصعيد لبحري لمحافظات شمال سيناء كمان كانت موجودة معنا. كان على مدار أسبوع كامل شباب بيتقسموا الفرق، بيقدروا إن إحنا يعني نديهم معلومات ونديهم كورسات عن إزاي إن أنا أقدر أعمل مشروع، إزاي أنا ريادي، إزاي إن أنا أقدر أحقق تمويل للمشروع دوت، وإزاي إن المشروع ده يقدر مكمل. وبالفعل كان في 4 مشروعات فازوا وكملوا، خدوا الفند واشتغلوا. تمام. ده كده بالنسبه لايوس بدات ازاي. نيجي نتكلم عن المشروعات اللي بتقدمها ايوس. ايوس دلوقتي بقت بتقدم مشروعات ايوس كاب، وعندنا كمان حاجه جديده ان احنا قدمناها ايوس راديو. ايوس راديو ده مؤسسه، يعني نقدر نقول ان هي برنامج اعلامي للمنظمه. للاسف هنقول ان الاعلام شويه ما بيهتمش بالمنظمات الشبابيه. مهتمين اهو، احنا عملنا اللي علينا ومهتمين. تمام. لكن احنا قلنا يعني ان احنا نقدر نعمل اعلام بتاعنا، الاعلام اللي نقدر نوصل بيه للناس كل اللي احنا عايزينه، كل المؤتمرات اللي احنا بنقوم بيها. احنا دلوقتي بنشتغل في محافظات مصر كلها، بنشتغل على اكتر من 5000 شاب مصري على مستوى الجمهوريه، بنعمل مؤتمرات في شمال سيناء، في العريش، حتى في الاوقات دي، وفي الشباب اللي في شمال سيناء شغالين، والشباب اللي في الصعيد شغالين، والشباب اللي في القاهره شغالين. ايوس كونت، يعني نقدر نقول ان هي جمعت شباب من يعني من مختلف المحافظات، مختلف الثقافات، وجمعتهم كلهم في مكان واحد، هدفهم واحد هو تنميه مصر. طيب تمام، مذاكر كويس انت. ارجع لعلي، قول لي المشاريع اللي انتوا بتقوموا بيها في ايوس، وكمان صار قال لنا ان انتوا مولتوا مشاريع لناس. تمام. احنا المشاريع، اولا احنا بناخد الناس عموما بنديها نعلمها رياده اعمال مجتمعيه وكمان مهارات حياتيه عشان يعرفوا يتعاملوا بيها مع الناس بره، وازاي تتعامل مع شخص ككل يعني، وازاي تعمل فكره من بدايتها لغايه ما تقدر توصلها للناس، وتعمل بحث عن ايه اللي احتياجات الناس ليها والكلام ده. بعديها بنشوف المشروعات كلها، كل واحد بيعمل بروبوزال ليه، عرض ليه، بس فبنشوف بقى مين انسب شخص بيعالج مشكله، بيحل قضيه، وبنساعده وبنموله. طيب ايه المشاريع اللي فازت؟ يعني احنا عرفنا ان في 4 مشاريع فازت بتمويل. تمام. كانت عباره عن ايه المشاريع اللي فازت؟ احنا عندنا مشاريع كتير فازت. احنا على مدار يعني الثلاث سنين اللي فاتوا، في مثلا FBG ده بيشتغل على علمي شويه، بيحل قضايا علميه لانه بيشتغل على رؤوس الحيوانات وبيحولها لغاز ميثان. في الاول ما كانش حد مقتنع بيه خالص، حتى الفلاحين نفسهم كانوا بيرفضوا الفكره دي، لكن في واحد عملناها معاه ففرح جدا وفعلا اشتغل، وشغلنا برؤوس الحيوانات غاز ميثان واشتغل، فكل الناس بيقول في اقبال جامد على المشروع. وكمان FBG بيساعد الابحاث العلميه كتير جدا يعني. غيرها كمان في مثلا مشوار في المنصوره، ده عباره عن بيوفر للفتيات مواصله تكون امنه، وكمان بيستغل انهم يتعلموا وهم في المواصله، فدي وفرت عليهم كتير جدا وبتبقى احسن للبنات يعني، بحيث ما يروحوش اي حته كده او تحل مواضيع. في كمان اي تراك ده اللي هو بيحل مشكله عن التعليم الصناعي. التعليم الصناعي في مصر مهمل جدا ومحدش مهتم بيه وفكرته وحشه،
لكن دول بياخدوا الناس الفنيين الصناعيين بيعلموهم كويس جدا وطرق تعليم مختلفة خالص، فبيساعدوهم على ازاي يعملوا تعليم صناعي كويس في مصر وبتدريب كمان. طب هنا السؤال المهم، مين بيمول بقى؟ يعني الناس دي خدت تمويل عشان مشروعات، مين بيمول المشروعات دي؟ تمام، احنا عندنا كذا جهة للتمويل بتكون بشكل رعاة للمنظمة. يعني احنا عندنا مثلا يوس سامت كان ليه رعاة كانت هي مسابقة، ما كانتش يعني اول حاجة بدأناها اللي هي 2012 دي كانت مسابقة كان قدم فيها دكتور علي عبيدة هو الفاوندر بتاع المنظمة وفاز بتمويل قدر ان هو يعمل بيه الصامت دوت اللي هو يجمع الشباب ويديهم التمويل للمشروعات. نيجي لايوس كاب دوت برنامج من برامج ايوس، التمويل بيكون من وزارة الشباب والرياضة. تمام، التمويلات من منظمات المجتمع المدني برضو اللي هي مهتمة بتطوير المشروع. طب هل انتوا شغلكم مرتبط بالشباب اللي في مرحلة الجامعة بس، ولا الخريجين ممكن يستفيدوا منكم، او الشباب اللي لسه في ثانوي؟ حلو جدا، احنا الفئه المستهدفه لينا هي من 15 ل 25 سنه. ليه بنختار السن دوت؟ بدايه من 15 سنه فده بيكون نقدر نقول شاب لسه بادئ، لسه في يعني مرحله الاعدادي او داخل على ثانوي، بنقدر ان احنا نساعده عشان لما يطلع مثلا بقى يعني يطلع يكمل معانا في الجامعه، يطلع يلاقي سوق العمل شغال، يعني يطلع يكون عنده السكيلز تقدر تساعده في سوق العمل، يقدر ان هو يعمل مشروع. يعني في عندنا شباب كتيره جدا يعني ما تعداش انها 18 سنه وهي نقدر نقول ان هم رياديين اعمال، عندهم مشاريع ومشاريع شغاله وبيجيب فلوس كل الكلام ده. عشان احنا قلنا كلمه ان احنا نعلمهم رياده الاعمال ان هم رياديين، ادي للناس كده بسرعه يعني ايه رائد اعمال. احنا طبعا هنعمل في برنامجنا ان شاء الله في حلقه كامله عن ريادة الأعمال، بس بسرعة عشان احنا استخدمنا المصطلح ده كتير. حلو جدا، مصطلح ريادة الأعمال أو ريادي الأعمال هو شاب بيقوم بتنفيذ المشروع بتاعه كامل بتخطيط وأكنه هو مشروع رجل أعمال. بيقدر الشاب دوت أو ريادي الأعمال إن هو يجهز بروبوزل عن المشروع بتاعه، يقدر إن هو يعرضه على الجهات المانحة للتمويل زي ما قلنا طبعا يعني في كذا جهه. وبرده الصراحه وزاره الشباب والرياضه مشكوره جدا ان هي بتساعد في المشروعات دي. هو ده ريادي الاعمال، ان هو يقدر يعتمد على نفسه المشروع بتاعه من A to Z، وهو بيكون دايما عنده فكره مش مكرره او مش متواجده كتير، بيكون هو رائد في طرح هذه الفكره. ممكن حد بيعمل مشروع صغير عشان يكمل بمشاريع كبيره، او بياخد النموذج الكبير ويعمله بشكل صغير. تمام. احنا كان معانا دلوقتي مجموعه من الصور، يعني مجموعه من الانشطه اللي انتم قمتوا بيها. ايه اهم الانشطه اللي انتم بتستهدفوا القيام بيها خلال السنه مثلا؟ السنه عندنا مؤتمرين، النجاح قصه، وده بنخلي الناس للنجاح قصه. النجاح قصه وده بنعرض فيه قصص نجاح حصلت هنا في ايوس عندنا. الناس ما كانتش اسهل ان عندها هدف او اي فكرة او حاجة، وتغيرت تماما وعندها هدف ونجحت في حياتها. وكمان عندنا المؤتمر هدفه يعني نعرض المشروعات التانية والمشروعات اللي كسبت، وكل ونعيد تاني عشان مثلا الفند او السفارة عايزة تسمع المشروعات والكلام ده بيعيد علينا الفند. كمان عندنا المسابقات الخارجية اللي هي زي بادر، يعني الحمد لله احنا فزنا على مستوى الشرق الاوسط بجائزة بادر تبع الامير البحرين. طب هل بس كانت المشاكل اللي بتقابلكم انتوا كشباب علشان تقدروا تحققوا كل الافكار دي وتقدروا تقوموا بالمشاريع دي؟ اكيد في مشاكل بتقابلكم، انا عايز اسمع المشاكل منكم انتوا الاثنين. هنبدا بعد. هي مشاكل كتير، يعني مثلا ممكن الوزاره مشغوله اليومين دول فما ادتناش مكان او ترين او نعمل كامب فيه، فبنحاول نحل الموضوع ده على حسابنا، بنحاول نلم من بعضينا كلام من ده. مفيش تصريح مثلا ان احنا نروح نعمل، فدي بتبقى مشاكل صعبه جدا. المسافات البعيده، لان احنا مثلا من الصعيد، في ناس من الصعيد، في ناس من شمال سيناء، في ناس من مطروح كده، فالمسافات بتبقى مشكله كبيره جدا. فعشان كده بنحاول نحلها مع بعض. بالنسبه لنا احنا روح ايوس مع بعضينا بتغطي على كل المشاكل دي. طب دي مشاكل لوجستيه، هي نفس المشاكل دي، ولا انت شايف ان الشباب نفسهم عشان تقدروا تجذبوهم للانشطه ده ممكن يمثل لكم مشكله؟ انتوا انشغالكم عن الدراسه ممكن يكون المشكله من المشاكل كمان. تمام، دي حقيقه الى حد ما، ان
ودي يعني يا ريت نناشد فيها اولياء الامور، يعني هما يعني يدوا مساحه صغيره لاولادهم ان هم يشاركوا في ده. انتوا لو بتنجحوا ما حدش يقول لكم حاجه. بننجح. طب خد راحتكم يعني ولو يعني مساحه بسيطه، لان الموضوع ما بيكونش ما بيعطلش خالص. احنا اكتر مؤتمرات والسفر والحاجات دي بتكون في الاجازه، لكن المشروعات في يعني في مسؤول لكل محافظه، بيبقى هو المسؤول عن المحافظه دي بكل مشروعاتها بكل حاجه. يكون التجمع يعني ممكن يجمعوا يوم في الاسبوع يتابعوا المشروعات بتاعتهم واصله لغايه فين كده، فده ما بيعطلش عن الدراسه. بس طبعا حته خوف اولياء الامور بنشغل اولادهم عن الدراسه وكده، فدي بتعمل عائق. في حاجه تانية برضو زي ما قلت في الاول، دور الاعلام بيكون ضعيف جدا في التركيز علينا يعني، فدي برضو بتعمل مشكله. ان احنا بننزل، احنا مبادره مصريه يعني، احنا حاجه مصريه اتعملت في مصر. في مبادرات برضو وحاجات من غير ذكر اسماء هي عباره عن استيراد، احنا بنجيبها من بره وبنعملها هنا في مصر، بنمشي على المشاكل اللي عندهم بره، لان الحاجات دي بتكون عندها رؤيه. احنا الرؤيه بتاعتنا تطوير وتمكين الشباب عشان يقدر يساعد مصر ويقدر ان هو يكون قائد وريادي اعمال في مصر، يقدر ان هو يفيد بمشروعاته مصر. لكن يعني المبادرات اللي جايه من بره فهي برؤيه بره، وما احنا مشاكلنا هنا غير مشاكل بره. فعايزين حته الاهتمام من الاعلام برده تكون كويسه. احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا عملنا الاعلام بتاعنا، يعني احنا نفسنا عملنا الاعلام بتاعنا، واحنا يعني حتى ان احنا بدانا نطلب في تخطيط مؤتمرات زي ان شاء الله باذن الله قريب جدا مؤتمر نموذج محاكاه الامم المتحده لدول شمال افريقيا. طلبونا عشان احنا نعمل تخطيط المؤتمر ده. احنا ايوس بقى يعني هي بيت كبير للمبادرات المصريه والغير مصريه كمان، يعني اللي هي شغاله جايه من براه. تمام، يعني احنا اعلامهم واحنا باب مفتوح ليهم. حتى في مؤتمراتنا بنقوم ان احنا بنجيب الناس دي تتكلم عن قصص نجاحها، زي مؤتمر النجاح قصه زي ما طه قال. احنا كنا جايبين دكتور فريد عماره، دكتور امل جمال من وزاره الشباب والرياضه. دكتور امل ساعدتنا جدا جدا جدا، مشكوره ان هي بتساعدنا في التمويل، وبتساعدنا ان هي بتوفر لنا اماكن في جميع محافظات الجمهوريه، حتى وفرت لنا اماكن في العريش، وتوفر لنا باصات في اي وقت الساعه 3 الفجر. فطبعا يعني طيب انا عايز اسمع كمان من طه احلامه. احنا بنتكلم عن الشباب، يعني بنتكلم عن بكره، بنتكلم عن حلم انتوا عايشينه، بتفكروا في ايه لبكره؟ هي احلامنا تتلخص ببساطه في الفيجن بتاعتنا، الرؤيه، لانها جيل من رواد الاعمال اللي هيغيروا مصر والعالم. كان في اختلاف على كلمه مصر والعالم، لان العالم يعني مش من مصر، بس هي الفكره ان احنا بدانا من مصر، كل المنظمات الثانيه بتبتدي بره وتيجي عندنا هنا، لكن احنا الوحيدين حتى الان اللي بدانا من مصر وطلعنا بره، لان عندنا مثلا برامج اسمها عندنا المينا ريجون كامب، ده للشرق الاوسط والخليج، كامبات بره، وعندنا الانترناشونال كامب، ده للناس اللي بره برضو الاجانب. فهي الفكره في كده ان احنا اول ناس عملنا من مصر للخارج. وكمان على ناحيه السن اللي حضرتك قلتها ان من 15 ل 25، السنه الجايه ان شاء الله يعني عملنا شويه برامج من 12 ل 16 سنه اي بي سي كارير للاطفال الصغيرين، عشان يعرفوا الكارير بتاعهم ويعرفوا يشتغلوا في ايه ويعرفوا يحددوا، مش لازم مثلا طب هي كل حاجه، مش لازم كده. وكمان عملنا بزنس سكول للكبار خالص من 25 ل 35 سنه، يعني عرفنا عملنا ماركت ريسيرش وعرفنا احتياجات الناس وعرفنا عايزين ايه، وان شاء الله هنقدر ان شاء الله تنجحوا وتبقوا يعني مثال مشرف لكل الشباب العربي، وتقدروا تغيروا كل الحاجات اللي انتم حابين تغيروها. نورتوني الاستاذ محمد صقر واستاذ طه علي، وبالتوفيق ان شاء الله. مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نادي الطيران، هنعرف ازاي الشباب ممكن يبقى بيقوم بعمل الهوايات الجميله بتاعته وكمان بيستفيد علميا منها. المنتصف بدا اوله ومضى يتالق وتنامى.